منقوص على جدار القلب أوجاعي، بيبان على قلبي أحزاني من غير داعي. رحت يا أطيب أوجاعي، الحزن مرتي بأوجاعي. يا قارئين الودع قولوا له عن حالي، قلبي راح والتاني حضني ساكن، والتاني حضني ساكن تايه في الملكوت. من كلمات البسيطة للشاعر الخلوق الأستاذ رزق محمد. هلا عم رزق وتحية حب وتقدير لكل السادة الحضور والأختي الشاعرة نجلاء وللدكتور. المحاضرة بجد شيقة وجميلة وكلنا استفدنا بيها. وتعقيبا على أستاذنا، يعني هو لازم يكون في شعرة في أي مكان، لأن الشاعر هو اللي بيعبر عن نبض الشاعر. النبض نقول بالنسبة للحضارة بقى والسياحة وكده، نقول مين قدنا؟ مين قدنا؟ مين زينا؟ احنا الفراعنة عندنا، احنا ولاد مصر الأصيلة اللي مفيش كده مننا. مين زينا؟ مين زينا؟ احنا الحضارة، احنا المنارة لكل عالم جه هنا. في الشعر تلقى أباطرة أصول وفن في الإبداع، بصورة توصف مين أنا. مين زينا؟ مين زينا؟ احنا العلم، احنا الهرم، ونيل بيجري في أرضنا. إحنا جذور الطيبين، شعب محمي من سنين، فرعون ما قدرش يهدنا. مين زينا؟ مين زينا؟ وإحنا تملي مجروحين ومرصودين، من غرب يقتل في الضنا، بيحاربوا فينا من زمان بجيش أوامره من شيطان مربي حامي عرضنا. مين زينا؟ مين زينا؟ إحنا الجوامع والكنائس، إيد قوية تشدنا، إنجيل بيدعو للسماحة وكتاب ربي يضمنا. مين زينا وقت مين قدنا وقت الصعاب؟ مين زينا وقت المحن؟ نحن شعب لا يهاب، حب الوطن في دمنا. مين زينا؟ مين زينا؟ شكرا شكرا لكل السادة حضور. أمين أمين. سلام.